قمة وصفها كثيرون بالتاريخية، جمعت زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية. خلال القمة اتفق الجانبان على عدة نقاط لإعادة الاستقرار إلى شبه الجزيرة الكورية وفق ما جاء في بيان مشترك بعد اللقاء. يتضمن الاتفاق العمل على تخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية التي تصاعد فيها التوتر مؤخرا بسبب التجارب النووية لبيونغ يانغ. كما يشمل الاتفاق إنهاء العداء بين البلدين ومواصلة الحد من التسلح تدريجيا لتخفيف التوتر العسكري وتجنب نشوب حرب أخرى بين الكوريتين. واتفق الزعيمان على إنهاء الأعمال العدائية وتحويل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين البلدين عام 1953 إلى معاهدة سلام. وبين البنود التي جرى الاتفاق عليها تحويل المنطقة الفاصلة المنزوعة السلاح بين البلدين إلى منطقة سلام مع وقف بث الدعاية المحرضة في كلا الجانبين. واتفق زعيما الكوريتين على أن تمهد قمتهما الطريق أمام إجراء مباحثات أوسع تشمل إلى جانب الكوريتين كلا من الولايات المتحدة والصين. كذلك شهد لقاء القمة تعهدا من الجانبين بالعمل على لم شمل العائلات الكورية التي فرق بينهما تقسيم شبه الجزيرة الكورية بعد حرب دامت 3 سنوات.